على شكون يخدموا؟ اقسم بالله العلي العظيم الاستاذه حياه الاستاذه نوريا الاستاذه نسرى المطالبات لا ذنب لهم لا ذنب لهم فيما وقع ولكن ما تقوليش انا ما تقحميش الله يعزك بخير بهم انني كنت يا استاذ راه لم تقحموا اقحمتم نفسكم في هذا الصراع اقحمتم نفسكم في الصراع لانكم تتكلمون عن غير عن بعضكم من فضلك الله يعزك بخير الله يعزك بخير شكون اللي طلع شكون اللي طلع باش نجيك للميز ديال كولونيل انا باش نفهم انت دارتي في ميز كولونيل ديالك الاستاذ كريم نعم شكون اتصل بيا اول مره قبل ما حتى استاذ ما يعرف الميز اتصل بيا استاذ زين كانت جايه من اكادير وكان رمضان وكانت كتفطر في مراكش في سميتو في شد الكار وحنزلهم باش يفطروا في مراكش اتصلت بيا باش نعطيك انا الامور بجيتير ما كاينش النقاش استاذ زين كنت طلعت وتكذبني وتكذبني اتصلت بيا قالت لي الله يجزيك بخير راني خديت ميلف ديال ابتسام ولكن ممكن الله يحفظك انا نصيفط لك الصور ديال ديال المسرح ديال الحديثه وديال جوتا باش تعطيني التحليل ديالك لان اول حاجه طارق مشوقر عبد ربي ما عطى التحليل وكان كان 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 خطير وهو اللي عطاها عطات التحليل ديال ديال البراءه ديالو بطريقه علميه وبالوثائق العلميه كان عندهم انما هي ما عندهاش توكيل علمي لان هذه كانت تقرير ديال الفرقه التقنيه والعلميه والفرقه ديال 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 الابحاث الجينيه ثاني حاجه استاذ واحد في الملف مني انت كنتي المستشار الاول في هذا الملف لماذا لم توقف المهزله الاعلاميه التي كانت تقع في ملف الكولونيل ولم توقف ما كان يقع مع ابتسام منذ اربعه اشهر من مهزله لا بالنسبه للاعلام ولا مهزله بالنسبه للاعلام ديال المحاميه مثلا السيده زين بالخيار لماذا لم تؤطر تقنين سريه البحث في القضيه لان هذا اختلال والسيده زين تمكن تواصلها معك لا هاتفيا ولا ضيف السيد العمدة وطلعت عند السيد العمدة وأنكرت تواصلها معك سيدي يمكن لي يمكن نجاوب؟ نعم لما طلبت مني الطلب هذا وقالت لي شخصيا أقسم بالله الذي لا رب سواه ولا أنها راه غلطت في هذه المسألة قالت لي راه بغات نمرد الهاتف ديالك الأخت ابتسام قلت لها ما كاين حتى شي مشكل ولكن الله يجزيك بخير أنا ما كنطلع لايفات ما كنطلع المصيبة كحلة حاجة واحدة إذا كان الملف نحلو نعطيك الأمور اللي هي تقنية وعلمية تحقيقات جنائيه مضاده كانت شي اختلالات في الملف نقدر نوريك ولكن من ناحيه القانونيه في الصيغه القانونيه انت لا تكلفي بالملف ولكن ما نحملش نعاود نشوف معاك في نفس الملف نفس الاشخاص اللي خانوا السيده حياه كنعرفوا وتبقى عارف القصد ديال شكون هو خانوا السيده حياه وضربوا في الملف ومن بعد الحكم سخروا انفصالي ضدي وضد السيده حياه للضرب فيا المحرحه مرحله الاستئناف و سخروهم حتى مع ماروك نيوزلاين ضدي لدرجة أنا في 600 حلقة كان أربعة السوايع راه أربعة السوايع من ثلاثة السوايع ونص كي كيتكلم فيها السي مسرح بوحدو فقط أستاذ زين كتكلم واحد ربع ساعة أو ثلث ساعة شوف لا تقطع ديال تقطع ديال 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 الحلقة شنو كان فيه وشكون كيقدر يسمي شكون كيحلو شكون كيحل الأمور كلها حتى الأمور القانونية ف وطلع مثلا أستاذ زين بالضبط بنفسه ف هاد الأمور هادي قلت له ما يمكنليش أنا نتعامل مع ناس خوانا وكيتعاملوا مع ناس خوانة الوطن بالدرجة الأولى هذه مؤكد منها وهو صرح البارح بأنه عنده علاقة مع الخولالي وصديق ديالو وكذا ودير 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 مع أنه عارف جميع الفيديوهات اللي كيطعن فيها في مؤسسة جهة الملك وكيطالب بالانقلاب وكيطالب بكذا وإسقاط الجنسية والقوات كلها عنده وكذب قال لا هذاك راه خوه التويمي لدرجة أنا في خبرك بأن السي خولالي مع السيح كان دار واحد لايف واحد النهار واتهموني انا باني انفصالي وكنعمل المصالح ديال المخابرات الجزائريه وكيتهمني وكيسبوا ويعرق عمرك سمعتي كنرد عليهم كتقول صراع لو كان صراع كنت قلت فيه مش حال هذه مش عاد اليوم لان عاش من عافاق قدر نفسي اما هنا فاش قلت لي الاستاذ شنو كاين قلت الله يحفظك اذا كان عطاني النمره ديالي انا ما كنطلب حد اللي بغى يطلبني مرحبا به نساعده ولكن في اطار محدود وبناء هذا سريه التحقيق والاستاذ عندك اول واخطر ديفو هو انك بالنسبه للصحافه كاين شي امور اللي كتطلق من فمك وهذه راه فيها سريه التحقيق ماشي مثل القضاء الجاي تقولي اي حاجه ما كاينش سريه فبطبيعه الحال طلبت مني الطلب هذا قلت له عطيني الرقم ديالي من بعد ما كانش حتى شي اجابه من بعد ثلاث ايام كنشوف الحقوقي داخل في الملف من تما تكلمت معي استاذ زين وهضرت معايا في الملف تسمح لي لا علاقه لي بالملف بصفه نهائيه بصفة نهائية كان مشى التليفون ديال واحد 9 ايام وغبرت الاستاذ زين ما جاش واحد الجلسه ديال القاصر
وجسد رشاد في المثال الثاني السيناف، وحاولت تصل بها السيدة حياة قد ما مشات لها، عاد تصلت بها من بعد. ومن بعد لما كواحد قضية خروج الإعلامي قسم أكثر ما نعاودش نقرا عليك السلام ويكون شي خروج إعلامي خاصة في القنوات تتقلبات على في المثال الثاني وبعد شرات وعدد أدلة بالصور والفيديو ديريكت في كازا في المقهى وفي قلب المحكمة بما فيهم أصحاب القنوات اللي دابا هما كيضربوا في الميث ديال الكورونيل. وقلت لها هذه ليكواسيون سيني كوا بيني وبينك، إلا طلع عند هاد الناس هادو وشتيهم ضربوا الملف ديالك من قبل فالملف يمكن نصلوا جلسة من جديد وتوقعي في نفس الخطأ. وداك الشيء اللي وقع لما وقع داك الشيء أنا لا دخلي في الملف، ما شوف واحد إنسان بقيت بعيد على الملف ما أنت على قبيل، لدرجة أن مارك نوزان كندير واحد اللايف وطلع مع الخولالي وكنقول له هاكر ما تهاكر ديك الساعة قبل طلع مع المرة الأولى بغا يتكلم في الملف باش كنتقلب الأخايد على 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 لا فيرسيون ديالو ولا من الناحية ديال 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 دي الزوج الأرملة ديال الكورونيل رحمه الله. فذاك الوقت بالضبط شنو وقع؟ ديك الساعات الناس كتصل بيا سيدة من العائلة كتتبع مارك نوزان كتقول لي راه واحد دير فو كونت دوك مسرات وراه كيتكلم وراه خويا طالع. طلعت فقت شفت داك الكونت كتبتها وكذا بالكونت ديالي، هذا راه فو كونت انا راني ناعس راه ما عندي حتى علاقه بهذا الملف هذا. لدرجه ان السيد خالد ديك الساعات طلب الا كان مسرار معنا في مي طلع ينورنا وحقا عنده حيت ديك الساعات ينورنا في الملف ويعطينا التحليل ديالو رغم ان الصراع الخلاف اللي كان عندي معاه من قبل انه قال في الميز ديال تيبناني. فديك اللحظه كتبت له في واتساب لا علاقه لي بالملف في الكورونيل ولا يعنيني في شيء. هذه وحده. من بعد عاد تم الاتصال بي من طرف من؟ من طرف السيده ابتسام والاخ رشيد. اخ رشيد والسيده ابتسام. وديك الساعات عاد اتصلوا بي وطلبوا مني المساعده انذاك. قلت لهم انا ما يمكنليش نخدم مع واحد الناس انا ما عنديش معاهم استاذ زيب على راسي وعينيا، لكن كاين بزاف ديال الدخلاء في الملف. استاذ زيب ملي كندخلك صفتها كمحاميه طبيعه الحال، لكن ندخل معها واطراف اخرى لعبت نفس الدور ديال الخيانه في ميزه التامي ما يمكنليش ندخل معها. الى نساعدكم اعطيني المعطيات اللي عندك، اعطاها ليا كاين شي حاجه اكثر من هذه. هاد الثقه اللي كيدار فيا الحمد لله يا السيده نوره، ها السيده حياه وها الاخ رشيد يعطيك المعطيات اللي ما عطاش الاستاذ المحاميه حتى عبد الصمد. باش نكمل لك المعطيات كلها اسمح لي نكمل لك حللتها كامله في واحد الوقت واجي اسمح لي نكمل وانا كمان نكمل 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 درت واحد الملخص انني والله العظيم غنزر ونخليك تكمل حاجه واحده اللي غادي قولي هو انكم واقولها دابا علاش هذا الصراع مني أستاذة زينب طاحت؟ علاش بداو ملفات كيتسربوا في الخاص؟ دابا سمحوا لي انا غنهضر بالوضوح لان ملفات لا اعذر مجددا في اي مداخله وانا انا كنقولها لانكم دابا بدا واحد صراع ديال واحد الناس في ملفات وجاوا الملف الكولونيل. ليس هناك صراعات، راه هما اللي خرجوك بالاسم ديالي السي عبد الله زيد بخير، شكون اللي خرج بالاسم ديالي ماشي كنصيحوا سيدي مسرات مرحله ملتمسات السيد الوكيل العام الآن في هذه الفترة هذه ونبدأ في صراع ومطالبين بالحق المدني. لا 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 ما كاين حتى شي صراع، أقسم لك ما كاين حتى شي صراع والله أختي مرام راكي غلطانة. دابا نسمح لي أستاذ مسرار، دابا ملي غتطلع أنت وغتعطيه وغيطلع هو قبيلة وغيعطيك وغيطلع الخلال وغيعطيك. أنا ما هو اللي طلع اللايف كيطلع كيطرف فيا، راه ما تكلمتش عليه. لا حتى شي واحد ولا أعرف أي أحد منهم. أستاذ مرام راه ثلاثة أربعة المرات هو كيطلع وكيضرب فيا وقال الكذوب لا هو لا الخلالي. لا هو الخلالي وما طلعش رديت عليهم نهائيا. الكولونيل راه اذا حنايا الملف كولونيل بقى السيد المردادي هو اللي شاد الملف واحد الجهه بوحده وبعد على هاد لاباط وبقى العمده كيدير لايف وكل نهار يا كطلع عنده ضحيه. دابا انا ما تنهضرش على السيده اللي معنا، يا كطلع واحد السيده كتشرع على الملف وكتضرب وسايح وكتضرب في الكولالي وكتضرب في مسرار وكتعطيهم كتضرب ولا كتعطي وقائع اللي هي حقيقيه. فرق بين الضرب والطعن وفرق بين الوقائع الحقيقيه استاذ مرام. الرابعه واحد الصحفي اللي هو السلطه الرابعه تقلب حتى هو ولا يهدد ولا حتى هو تيطالب باستفسارات وبمحاسبه ابتسام. اذا من الذي يقع في الملف ديال العطور في هذه المرحله الحساسه
واش هذه مضروبه من اطراف كاينه في الملف اللي حاولت انها تضيع حق نور الدين العطور وتحاول تضييعه، وبناء على هذا الشيء اللي كدير دابا المشكله انا وليت كنشوف ان اصحاب الصفات والقدرات اصبحوا هم اللي كيطلعوا في يوتيوب وكيشرحوا في يوتيوب وكيعطيونا في اليوتيوب. لا 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 راكي غلطه استاذ مروان، نجاوبك من ولينا كنسمعوا الاحكام وكنسمعوا هذا الشيء كيبقى انا ماشي. لا ما كاينش احكام، ما كاينش احكام استاذ دابا. واش سمعتي شي حاجه على منافسي النور ديال العطور من غير اننا كنسمعوا مسرار وسايح؟ لا لا سمحي لي واحد القضيه، هذيك اكثر من 3 شهور عمرك سمعتي اسم مسرار؟ ونزيدك على القضيه، كانت الاخت ابتسام والاخ رشيد والسيده الام ديال نور ديال العطور رحمه الله والعمه الاولى والعمه الثانيه بدوك الاسم ديالهم، كانوا كيطلبوا مني ان نطلع في الملف وكيطلعوا يطلبوا مني ان نوجه الاستاذ زين. قلت لا، انا عطيتكم واحد المساله بسيطه نرجع للور، ما يمكنليش ندخل في امور ديال الاستاذ زين مادام هي عندها جمعيه وداخله ديك الجمعيه وعندها واحد الشخص اللي كان خال الملف ديال تابناني، وانا ما يمكنليش ندخل. انا كنساعدكم في القضاء، واحد القضيه اللي غلطه فيها راه ماشي كتبت لها ملتمس، حمتحوش الله يحفظ تحركوا الكلام. راه لما طلعت عند السي العمده وكانت طلعت السيده ابتسام والسي رشيد عند الاخ المردادي، راه ما طلبتش منهم انا يذكروا الاسم ديالي، راه اكثر من شهر وكيطلبوني باش نذكر الاسم وان ندخل ونتكلم في اللايفات. قلت لهم لا، علاش؟ لان بالنسبه لقناه ماركت نيوز 9 تناولت هذه القضيه وكل يومين واحد كيخدم اكثر من قضيه التحقيق وقنوات اخرى، ولكن نطلع انايا باش نطلع لهم القنوات ديالهم ونتكلم في الملف وانا عندي فقط درت مداخله واحده فوق درتها حتى شهرات المساله ديال ابتسام اختسام واخ رشيد وقالوها، وانا ذاك راه قلت طلعت عند الاخ مدريد شتي على 5 دقائق وما عمري عاود طلعت عنده من بعد. كنتصل بيه من بعد ما عمري عاود طلعت عنده وما عمري طلعت عند شي حد، وطلعت مره واحده عند الاخ العمده وما جبدت لا السيح ولا السيده استاذ زينب. وقلت انا ما كنتش خدام معاهم نهائيا في الملف بصفه نهائيه، ولا قالت له استاذ زينب ذكرها ان لما قالت لي راه بغات النمره ديالك وبغيت تحل لي سميتو من بعد 3 ايام لما شفت السيد اسعد تصريف حبسي، استاذه خذ الملف ديالك بكل الاخوه، انا استاذ زينب كنعتبرك الاخ الكبيره ديالي. باش نديك واحد القضيه، استاذ زينب لما كتبغي تتصل بشي واحد وتفرغ عليه قلبها، استاذ زينب اكثر من سنتين كتتصل يوميا، راه ما كتتصل حتى شي واحد وكتصل وربما يوقع على اي حاجه حتى مشكل في المراه في الصحه ديالها واي حاجه في الجوج في 4 الصباح الواحد اللي كيجاوبو مسرار، وعندي علاقه طيبه معها الحمد لله. ورغم انها سقطت في هذا الفخ ديالها، شكون اللي طالبها انها دير شكايه بصوت العداله في حرب ديال السمسره في ملفات داخل المحاكم؟ انا سبوني وعايروني وما طلبش منها دير شكايه بهم. اذا المعني بالامر معروف واقف صمت، اذا ديك الحرب اللي بيناتهم لا علاقه لي بها. والملفات انا لا الملفات ديال الكورنيل لما طلبني واحد السيده ابتسام والسيد رشيد ودخلت ما عطيتهاش ملتمس تعطي القاضي التحقيق، عطيتها ملخص ديال عده اختلالات حفظته وقراته ودرسته معاهم بجوج هي والسي رشيد ومشاو هما بجوج بهم السريه التامه وطلبوا انه لقاء القاضي التحقيق من حقهم. هذا راه ماشي مساله غير قانونيه، السيده حياه العالمي من 2007 الى غايه 2019 حتى الاعتقال ما كان عندها حتى محامي، كان متابعه في قتل عبد الدمجول لمده 3 سنوات ما كانش عندها محامي، وكانت هي اللي كتمشي وكتطلب ملتمسات وكتطلب طلبات وهي طلبت طلب ثقه الهواتف وعندي وثيقه من 2013 ماده 2017 ماده تعقل 2019. اذا لا حاجه للمحامي ان يدير هذا الشيء، لكن استاذ زين قادره عند العمل ديالي ما كندخلش فيه. لكن انا شنو قلت للاخت ابتسام قول سميتو باش ما يركبش على موجه شي واحد اخر ويكرود هذاك العمل. لما مشات الاخت ابتسام ساعه ونص قاد ذاك الاختلاف كامله راه ما عطاتش ملخص كتابي، راه قراتها والملتمس قال داتو ملتمس شفوي، راه ماشي ملتمس كتابي بواحد كيمتحن الصيفه وكيكتب ليها، راه هي تكتب راسها ذاك الطلب ديال استقراء الهواتف كما داتو السيده حيت 2013 كتبت بنفسها السيده حياه عالمي كان طلب كذا وكذا استقراء الهواتف ديال فلان 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 وها استقراء الهواتف بالتوقعات فاش طلباتو هي فاش طلباتو سمح لي اختي لما طلباتو راه ما تخدمش في القضاء. اسمعني انا اول مره كنسمع بان محلل كيقول ان محاميه ما كديرش التماسات كتابيه كدير التماس شفوي، ما فهموني انا هذه القضيه كيفاش محاميه فهم وكيفاش انت كتقول بانك انت اللي درتي هذاك التقرير الكتابي لسيد قاضي التحقيق وانه كان دفاع عليه وموكل بالحق.
لان هنا كاين اختلال. لا ما كتشوفوش بان القضيه كان فيها شي حاجه اللي غير مفهومه. اننا نجي دابا نتحدث فيهم وانا كنتقرير كنعطي للسيده المحاميه عطيه من ما بغيتي شغلك هذاك. انا باش نتصل بمحامي وندخل لها في العمل ديالها سير دير تقرير المحاميه تمشي معك المحاميه وسير بوحدك شغلك هذاك. لما كانت الشكايه بكيديه ضدها راه ما كانش الدفاع معاها ما كان حتى واحد. لما مشات استشارت معايا قلت لها التزمي الصمت لان كانت قضيه جنائيه عندك شكايه كيديه. ولما مشات داك الشيء اللي كان التزمات الصمت تضرب الشكايه في البلاصه. ما شوف استاذ مرام ما اقسم لك بالله العلي العظيم ويطلع السي رشيد يطلع الاخت ابتسام والله ما تحطش ملتمس الا ملتمس واحد الا ملتمس واحد الموضوع غير هو انت استاذ مسرار ولا هذا الشيء اللي كتقولوا كانت كديروا المحاميه واللي كان كيديروا هذا السيد دابا بصح دابا هنا غتجي غادي هذا القضيه سي عمده واحد اللي طالع كيسبني هنايا عمر الحرشي ولا عمر من الحرشه اللي من عائله المتهمين ديال العائله ديال العائله ديال 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 المتهمين في قتل التهمي المناني. انت اكبر نصاب اكبر نصاب طريقه سي عمر الحرشي اللي شد عندك اكبر نصاب انفصالي في كندا. هذا انا غنخليك تسترسر وغادي ننزل اللي بغيت نقول لكم. لا بغيت نجاوبك على لا كنجاوبك وكتقاطعني لان باش نعطيك واحد الجواب اللي هو مقنع. استاذ مسرات تنحترمك والمتابعين ديالك اللي تحتو كيبغيو كنحترمهم وتحليلاتك تحترم وتدخلك في الملف من طرف الاسره وانك انت مساعد الاسره وهما عندهم الحق في التبني وعندك الحق دير اللي بغيتي في الملف لان داك الشيء يخص العائله ويخص اكثر من هذا. نقولك هذا الله يرحم لك الوالدين استاذ مسرات صراعاتكم حبذا لو انها تبتعد عن ملف نور الدين العطور. استاذ مرام ما عندي حتى شي صراعات ما عندي علاقه بالملف. اعتبرني مواطنه مغربيه تطلب منكم حبذا لو اي واحد منكم لا انت ولا اسيح ولا اي واحد. انا اظن ان العائله تقول الان انه فين محامي ما دام هناك محامي دعوى القضاء والمحامي واصحاب الصفات. وحتى اذا ما تحللنا نحن وحللتي انت يا سيدي تحلل من الناحيه التي الاوراق الموجوده لديك لانه مني كنقولوا ماكينات ملتمسات كتابيه. بالله عليك بالله عليك اليوم دخلت هضرت على الملف الكورونا واش كنت عامل الملف السيده نوره.